أنت متابع قناة الشعب قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة بعد منتصف الليل وفي تمام الساعة 1:39 من الليل أو من صباح الاثنين. كنشوفوا متابعينا الأوفياء في الأثناء، مازلناش خارجين، الناس عفوا خارجين للشاطئ مرقالة وكيستمتعوا بوقتهم طبعا في ظل هذا المشهد الجميل والاستثنائي في هذا الجو البارد، وأيضا حتى الهواء النقي. الناس ربما تعشق سماع أو صوت الأمواج، ربما الناس اليوم والأمس وغدا هي أيام عيد، ربما هي فسحة باش يخرجوا يعبروا على أوقاتهم أو يعبروا على مدى حاجياتهم أو حاجتهم للخروج للمنتزهات والتنفس، ربما لتغيير الأجواء وربما الخروج كما كنقول دائما من الروتين اليومي اللي كيتعاش سواء في العمل سواء في الدراسة سواء في أي شيء آخر. فمتابعينا الأوفياء كما قلت كنشوفوا في هذا الأثناء بزاف ديال الناس اللي خارجين يشربوا كافي نواغ هنا، سواء مع وليداتهم سواء مع الناس العزاز اليوم سواء مع عائلاتهم مع الأسر ديالهم، كل واحد مع من خارج. الأهم أنك كما قلت الساكنة الطنجاوية مازال متابعين الأوفياء في هذا الأثناء خارجين، كاين اللي خرج أيضا يصيد في الساعة هذه، وخاصة هنا كنهضروا على الهواة أو عشاق الصيد بالصنارة، كل واحد شنو خرج يعمل. فهذه هي الأجواء متابعين الأوفياء مباشرة من شاطئ مرقالة بمدينة طنجة، ربما هو شاطئ غني عن التعريف وأعتقد أن بزاف ديال المغاربة كيعرفوه بحكم الجمالية ديالو، سواء جاو ليه سواء بمشاهدة مقاطع فيديو ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الصور ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. متابعين الأوفياء كما قلت في هذا الأثناء في تمام الساعة 1:40 ساكنة طنجاوية مازال خارجة كتستمتع بأوقاتها، مثلا كهذه الأسرة الصغيرة اللي ديزا من حدانا في هذا الأثناء. فبزاف بزاف هما أمثلة اللي كاين في هذا الأثناء اللي خرجوا. طبعا مرقالة أو شاطئ مرقالة هو واحد المنتزه اللي أو دو واحد الكورنيش اللي فقط جزء لا يتجزأ مدينة طنجة، أما الساكنة الطنجاوية كلها وفين خرج كلها وفين بغى يمشي كلها وفين تدوز وقته. فتحية للساكنة الطنجاوية وتحية لكل المغاربة أينما حلوا وارتحلوا. انتم متابعينا الاوفياء في الثلاث ايام ديال العيد كتبوا لنا شنو درتوا وشنو عوالين ديروا ان شاء الله في اليوم الثالث، واش حتى انتم خرجتوا، واش حتى انتم كانت عندكم هذه فرصه انه تبدلوا الاجواء ديال الروتين اليومي اللي كتعيشوا فيه، تبدلوا ربما الاكسجين ان صح التعبير، لان مثلا هنا على سبيل المثال الساكنه الطنجاويه هنا في الكورنيش راه ما شاء الله واحد الجو جميل جدا قمه الاستمتاع، والله واحد الهواء نقي استنشاق، فاش كتستنشق الهواء كتحس بها كيدخل القلب ديالك ديريكت، كتحس براسك انه هذاك الهواء غيفيدك في نفس الوقت ماشي حتى من بعد، في ذاك اللحظه غيفيدك فعلا. فكتبوا لي نتوما في هذه الايام هذه اللي هي ثلاثه ايام ديال عيد الفطر المبارك شنو درتوا، شنو عوانين ديروا، واش صلتوا الارحام، واش خرجتوا، واش تلاقيتوا مع عائلتكم وحبابكم، واش عدلتوا شي مائده افطار او غداء مع الاحباب والاقارب ديالكم في اماكن عموميه. طبعا كورنيش مرقاله ماشي غير في مدينه طنجه، كاين بزاف ديال المدن في المملكه الشقيقه اللي ممكن كل مدينه اللي فيها واحد البصمه ديالها ديال الجمال اللي، وكل مدينه فيها واحد المكان اللي هو منتزه واكثر، ماشي غير منتزه، حديقه، بحر، شاطئ، بزاف بزاف ديال الحوايج اللي فيها ما يدار في كل مدينه مغربيه، يعني كل مدينه مغربيه وجمالها. فاذا كانوا سكان مدينه طنجه خرجوا للشاطئ الرميلات، الشاطئ عفوا مرقاله او الشاطئ البلدي او غابه الرميلات او الغابه الدبلوماسيه او بزاف ديال الاماكن اللي هنا في مدينه طنجه فيهم ما يدار. فانتوما متابعينا الاوفياء كتبوا لي فين خرجتوا في هذه اليومين هذه، فين مشيتوا، شنو هي الاجواء اللي عشتوا في هذه الايام هذه، واش فعلا المغاربه محتاجين لهاد الايام العطل او هاد الايام المباركه اللي كيكون فيها الانسان راحه سواء في العمل ديالو سواء في الدراسه ديالو سواء في اي شيء اخر. انتوما في هذه الايام هذه اللي انا متاكد ان معظمكم في هذا الاثناء جالس، ما عرفتش واش غتصحوا خدامين غدا ولا لا، ولكن شنو عملتوا في هذه اليومين المباركه او المباركه. اما انا متابعينا الاوفياء على امل ان شاء الله نراكم في بثوث مباشره قادمه، الى اللقاء.